عزيزي برج الحمل، أرى تطور مهم جدا في حياتك. أنت تحت تأثير كوكب الزهرة هذا الشهر، وهذه الطاقة، يعني طاقة الزهرة، ستمنحك الكثير من الفرص على الصعيد العاطفي والمادي، يعني والدراسي إذا كنت تدرس، العملي، يعني في كل المستويات، لكن خاصة المادي والعاطفي، العاطفي أكثر، لأن أرى يعني هناك توازن، لكن يطغى الطاقة العاطفية. نعم، لكن تقول لك الكارت يجب عليك أن يعني أن تتخذ، لديك فرص كثيرة في يدك، لكن يجب أن تعرف ماذا تختار وكيف تختار. نعم، يعني ويعني وتستغل هذه الطاقة وهذه الفرص لتحقيق النجاح في كل من المستوى المادي والعاطفي. أرى كذلك عزيزي برج الحمل، أرى حركة، أرى سفر أو رحيل، ربما لدولة أخرى. أرى أن وضعية حساسة جدا تجبرك على المغادرة. نعم، أنا أرى مغادرة، وأرى أن هناك شخص كنت تبحث عنه يعني طوال حياتك، ستجده ربما بعد هذا الرحيل. ترى يعني كارت العشاق، كارت الحب وراء هذا السفر أو الرحيل. نعم، نعم، يقول لك الكارت أن أنت مررت يعني بمراحل، يعني كنت يعني عشت في كآبة وحزن، ويعني وضعية صعبة جدا. لذلك الكارت يقول لك أن تغلق هذا الباب، يعني أن تنسى الماضي، لأنك بطريقة ما ما زلت تعيش في الماضي وتتذكر هذه الوضعية السلبية. لذلك يقول لك الكارت افتح عيناك، أغلق هذه الباب، أغلق يعني انسى هذا الماضي، فهناك يعني فرص جميلة وألوان جميلة في هذا الطريق الذي يعني الذي ستمشي فيه. نعم، واخا التي خلوني نقرأ. نعم، يعني مررت يعني بمرحلة صعبة جدا عزيزي برج الحمل. لدينا هنا الأمبراطور. الأمبراطور، يعني عندما أتكلم عن الأمبراطور أنا لا أقصد الرجل، أو لا أقصد الرجل، الأمبراطور هي قوة، هي طاقة، هي رسالة. نعم، يعني أنا أتكلم عن النساء والرجال، عندما أقول الأمبراطور لا يعني هذا أنني أتكلم عن الرجل، بل هي طاقة وقوة ورسالة. إذن الأمبراطور يقول لك بأن يعني يوهب لك طاقة الحكمة وقوة الاستقرار. هذه الكارت قوية جدا، لأن بيدك أشياء كثيرة، الخير، الرزق، الحب، الطاقة الكونية، ستسهل عليك الأمور بشكل يعني رهيب. لذلك يجب أن تتصرف بالحكمة. نعم، الأمبراطور هي الوضوح، هي الطاقة الشمسية، يعني النور والوضوح. لذلك يعني يقول لك يعني كل شيء واضح، يجب أن تعرف كيف تختار الأشياء ومتى وكيف، كيف ومتى. نعم، أرى الحب، طبعا نتكلم عن الحب. الحب سيقع، سيصل ذلك الشخص الذي كنت تتمناه منذ زمن بعيد. إنسان يعني وفي إنسان، هذا الحب الصافي الذي يريده كل واحد، يعني كل البشر، هذا الحب النقي الجميل، هذا ما سيصلك عزيزي برج الحمل. والطاقة التي أراها، هذا الحب قد يكون برج مائي، يعني أرى طاقات مائية، قد يكون
برج مائي، خاصة الحوت والسرطان أو هوائي، الجوزاء والميزان وكذلك الدلو. نعم، أو كذلك السرطان، كذلك أرى طاقة السرطان كذلك. إذا وطاقة الزهرة والمريخ كذلك ستسمح لك بالتعبير عن المشاعر، مشاعر جميلة وصافية يعني من الطرفين. هذا حب يعني جميل جدا، حب رومانسي، ويعني تلك الحكاية الجميلة يعني التي تبدأ بالخير، بالسلام، بالابتسامة، ونهايتها تكون جميلة مثل قصص الأميرات والأمراء. لذلك هذه هي أميرتك أو أميرك. نعم، إذا أخبار ممتازة ما أراه. كذلك أرى عزيزي برج القوس، أن عفوا الحمل، الحمل، أن في حياتك كانت هناك طاقات سلبية، طاقات سلبية، نعم، طاقات سلبية، ولا أقصد يعني عاطفيا، بل الناس الذي يعني حولك، هناك طاقات سلبية في حياتك يجب أن تتخلص منها وتبتعد عنها. كذلك أرى يعني في الماضي خيبة أمل، وهذا يجب أن تنساه أكيد، لأن ما سيأتيك هو يعني قصة، يعني قصة الأمير والأميرة، يعني الصفاء، النقاء، الوفاء، الحب الطاهر، هذا ما ستعيشه عزيزي برج الحمل. نعم، إذا لنواصل. ماذا أيضا؟ نعم، الكرت هذه كذلك تتكلم عن الحيوية. هذا الشهر ستكون مليء بالحيوية والتفاؤل، وبفضل هذا ستتغلب على العقبات، العقبات. هذا النجاح المادي، هذا الكرت يعني نجاح مادي كبير جدا عزيزي برج وبداية، بدايات جميلة وسعيدة، وأرى يعني الكثير من الرزق، لابوندونس، الرزق والمال، ربما بعد هذا الرحيل، لكن أرى أنك يعني ستحقق نجاح مادي مهم جدا. نعم، وماذا أيضا؟ نتكلم عن هذا الشخص الذي قلنا أنه قد يكون من يعني طاقات مائية وهوائية، أو كذلك ربما قد يكون كذلك من برج طاقة نارية، كذلك أرى طاقة نارية، الشمس هي الطاقة النارية، لذلك قد يكون كذلك من برج الأسد أو الحمل مثلك أو القوس. نعم، هذا الإنسان عزيزي برج الأسد سيغير حياتك، لا يمكنك أن تتخيل يعني كيف هو، يعني سيأخذك من جفاف الصحراء إلى ربيع الواحة. هذا الإنسان سيمسح دموعك بدموع الياسمين، يعني هو إنسان لطيف، يعني حب خالص، حب جميل جدا، حب جميل جدا، يعني كما قلت حب الأميرة والأمير، يعني بداية جميلة، ستكون بداية جميلة ونهاية جميلة، يعني ليس يعني نهاية العلاقة، يعني مثل ما أريد أن أقول أنك ستعيش قصة حب جميلة جدا. نعم، هذا هو الإنسان الذي كنت تنتظره، يعني شريك الحياة المثالي، الحب الحقيقي، هذه هي الكلمة التي كنت أبحث عنها، لامور دو تافي. نعم، هذا الإنسان سيجعلك تنسى كل ما يعني هذه الوضعية الصعبة، وسيمسح دموعك بمنديل الياسمين. نعم، أرى يعني كما قلت لك، أرى غدر، خيانة، ليس فقط من الطرف العاطفي، يعني كانت عشت يعني مراحل سلبية جدا على المستوى العاطفي، وربما كذلك في العمل، لأن أنا أرى يعني هناك غدر وخيانة من طرف ناس حولك، يعني كذب، نفاق، لكن ستخرج من هذه الدائرة عزيزي، ستخرج من هذه الدائرة وستصل إلى نجاح كبير. نعم،
هي بداية لتمثل البداية، بداية إيجابية، تغييرات مهمة جدا، وهذه التغيير ستجعلك يعني تستعيد قوتك، وحياة جميلة وهنيئة تنتظرك مع هذا الشخص وفي كل المستويات. كانت هذه القراءة لبرج الحمل، والآن سنرى هنيئة لأنها قراءة رائعة، رغم أني ربما ما زلت في تلك الوضعية يعني التي عشتها، وما زلت لم تنسى الماضي، لكن صدقني هذه القراءة رائعة عزيزي برج الحمل. لذلك كما قلت لك، لا تضيع الفرص، لا تضيع الفرص. نعم، لأن أرى أن الطاقة السماوية، النجمة، يعني تقول لك بعدم الاستسلام، عدم فقدان الأمل. النجمة هي الأمل، وعدم فقدان الأمل وتحقيق الأمنيات. وأعتقد عزيزي أنك ستحقق كل الأمنيات التي يعني كنت تتمناها طوال حياتك. قراءة جميلة جدا، جميلة. أنا سعيدة، أنا سعيدة. والآن لنرى طاقة الملائكة، نخلي الكارت معليش، لنرى طاقة الملائكة. سأخذ ثلاث كارت. لا، خليني نزوج هذا، أحب النظام. إيمان تحب النظام والترتيب. نحيد هذا الكارت، نخليهم ونبدأ بالكارت الأولى، الكارت الثانية، والكارت الثالثة، لنرى ما هي رسالة الملائكة. الأولى تقول لك قوة الإرادة، وهذا ما رأيناه كذلك في القراءة. قوة الإرادة يعني عدم الاستسلام، ودائما يعني البحث عما تريده. سوف تجد كل ما ستريده، كل ما عليك هو عدم الاستسلام. لنرى الكارت الثاني. الكارت الثاني هو الإيمان. الإيمان يعني أقول لك أن تبقى مع إيمان. لا، الإيمان يعني الحب الإلهي، يعني الطاقة الكونية التي تغير العالم للأفضل. وهذا ما حدث لك عزيزي برج الحمل. أنت عشت فترة يعني سوداء، تجارب سيئة، والآن بفضل إيمانك ستعيش، يعني الطاقة الكونية ستكون الكونية نعم ستكون بجانبك، وستعيش يعني أجمل الأوقات، ربما هي أجمل لحظات حياتك ستعيشها الآن عزيزي برج الحمل. ولنرى خديت جوج، معلش معلش، سنقرأها هي كذلك. الحكمة، الحكمة يعني التصرف بالحكمة، وهذا يعني كان ما رأيناه، يعني الأمبراطور يقول لك يعني القوة في يدك، يعني كل شيء بين يديك، ويجب أن تتصرف بالحكمة، ويجب أن تعرف ماذا تختار ومتى ستختار، متى وأين وكيف، يعني يجب أن تكون حكيما. وهذه كذلك، أنا كنت يعني بغيت ناخذ غير ثلاثة، مي غادي نشوفوا حتى هذه. نعم، هذه التطهير، التطهير يعني النظافة. نعم، التطهير يعني يتكلم عن التطهير الروحاني، خاصة ونحن يعني على يعني في هذه الأيام. التطهير الروحاني يعني أقصد رمضان. التطهير الروحاني يعني العودة للخالق، وكذلك العودة للطبيعة، والبحث عن النور الذي بداخلنا، ذلك النور الذي يجعلنا نرى الحياة يعني بمنظور، يعني بألوان جميلة. هذه كانت القراءة لبرج الحمل. هنيئا، هي قراءة جميلة جدا، وأتمنى أن يكون قد أعجبكم. أنتم تجبرونني على التكلم باللغة العربية الفصحى، وانظروا ماذا يحدث. أكيد أنكم تضحكون على إيمان، لكن معليش.
شنو كنت كنقول؟ أن نتمنى يا ربي أن تكون قد أعجبتكم هذه أول توقعات التي قمت بها في القناة. بدأنا بالحمل وسنتابع. أتمنى أن يكون قد أعجبكم هذا الفيديو. أشكركم، أتمنى لكم الخير، رمضان كريم وحظ سعيد، وشكرا لكم وبسلام عليكم.